السلام إخواني مشاهدي القناة ومتابعي الأخبار والحلول. بالنسبة للناس المدعومين متعرف سينسيس أو صندوق تدبير جائحة كورونا، وإذا كنت باقي مشتركتيش بالقناة كل ما عليك فعله هو الضغط على المشاركة والضغط على زر إعجاب والتساؤل ديالك في التعليق، وإن شاء الله غادي نجاوبك في أقرب فرصة. وكيف قريته بالعنوان من خلال بلاغ صحفي، تصريح بالنسبة لدعم شهر ماي قد ابتدأ، أي بدأ بالنسبة للمقاولات المتأثرة بأزمة كورونا، أي المقاولات المتأثرة بالأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19، وبدأت ابتداء من يوم 16 ماي 2020 ومن خلال البوابة الإلكترونية واللي هي covid19.cnss.ma، واللي ما عرفش غادي نحط الرابط ديال الموقع covid19.cnss.ma أسفل الفيديو. وكيف ما قلت أنه على المقاولات المتأثرة الناجمة عن كوفيد 19 تصريح بأجرائهم متوقفين مؤقتا عن العمل كليا أو جزئيا جراء تفشي جائحة كوفيد 19، وطبعا التصريح غادي يكون من خلال بوابة covid19.cnss.ma كيف ما ذكرت سابقا. ونكرر التذكير بتاريخ التصريحات اللي هتكون خلال الفترة الممتدة ما بين 16 ماي 2020 إلى 3 يونيو 2020. نذكر بالتاريخ التصريحات اللي هتكون خلال الفترة الممتدة ما بين 16 ماي 2020 إلى 3 يونيو 2020. وطبعا إضافة إلى تقديم طلب الاستفادة من تأجيل أداء الاشتراكات عن الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 30 يونيو 2020 دون احتساب غرامات التأخير بالنسبة للمقاولات الراغبة في هذا التأجيل. وهذا كان آخر بلاغ صحفي لحد الساعة. وأخيرا ما تنساش دير اشتراك القناة وإعجاب الفيديو إذا كان عندك تساؤل ولا شيء إضافة ما عليك ديره في التعليق، وإن شاء الله غادي نجاوبك في أقرب فرصة. في التوفيق.